بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة جديدة لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نتحدث عن الجزء الرابع والأخير من الوحدة الخامسة بعنوان البروتين من مادة التغذية الرياضية Sport Nutrition. Translating daily protein recommendation to food choices، كيف يمكن أن نترجم التوصيات الغذائية تجاه البروتين إلى خيارات من الطعام أو الغذاء؟ Food proteins. Proteins are found in both animal and plant foods. Meat, fish, poultry are familiar protein-containing foods. Eggs, milk, and milk products also contain protein. Peanuts, legumes, nuts, and seeds are popular plants of protein sources. إذن التوصيات الغذائية ممكن أن تشمل الأغذية من المصادر الحيوانية، فهي غنية جدا بالبروتين، وذكرنا منها الأمثلة الميت، فيش، بلتري، هذه أمثلة غنية جدا في البروتين. أيضا من منتجات من نواتج المصادر الحيوانية مثل الإيجز والميلك أيضا غنية جدا بنسب البروتين. من المصادر النباتية يوجد أيضا البقوليات، الحبوب والمكسرات، هي تحتوي على يعني نسب كبيرة جدا من البروتين، وهي تعتبر نسب صحية جدا نظرا أيضا لاحتوائها على معدلات مرتفعة من الفيتامينات والمعادن. Grains and vegetables contain a smaller amount than other protein-containing food, but because these food may be eaten in large quantities, they often contribute to a reasonable amount of total daily protein intake. ممكن يكون المصادر النباتية والحبوب تحتوي على نسب قليلة جدا من البروتين، لكن نظرا لأن من خلال الغذاء اليومي يوجد استهلاك كبير جدا على هذه المنتجات، فبذلك فهي تساهم بنسبة مقبولة جدا من البروتين ضمن الغذاء اليومي. The protein content of various food is listed in the following table. هذا الجدول يوضح أهم الأغذية التي تحتوي على البروتين. طبعا يوجد لدينا مصادر حيوانية ومصادر نباتية بنفس الوقت، يتضح لدينا أن المصادر النباتية هي أقل جودة من حيث جودة الكمية وجودة النوعية للأحماض الأمينية، ولكنها تساهم بشكل ملحوظ بكمية البروتين نظرا لأن استهلاكها اليومي مرتفع جدا مقارنة ب اللحوم أو المنتجات الحيوانية. في هذا الجدول سوف نتعرف على احتياجات البروتين أو كمية البروتين التي يمكن أن نحصل عليها في الوقت الذي يجب أن نقدر فيه أيضا كمية الإنرجي التي تؤخذ من خلال الطعام. لو اعتبر أن الشخص لديه adequate calories، يعني بيحصل على كمية ملائمة من الكالوريز حوالي 2000 كيلو كالوريز، وبالنسبة للبروتين هو يحصل على 75% 75 جرام، سوف نجد أن هذه النسبة تمثل 15%، وبنسبة 1.5 جرام لكل كيلو جرام تعتبر نسبة ملائمة جدا من ناحية الكالوريز، ونسبة ملائمة جدا أيضا من ناحية البروتين، وتوزيعها ضمن نسبة الـ AMDR تعتبر ملائمة جدا. الآن في المرحلة الثانية أن reduction of both calories and protein، هنا خفض البروتين وأيضا الكالوريز بنفس الوقت، حصل على 1700 جرام 1700 كيلو كالوري، 55 جرام فقط من البروتين، هذه تمثل 13% وهي نسبة أقل من الـ AMDR allowed. أيضا سنلاحظ هنا أن كمية الجرامات بالنسبة للوزن سوف تكون تقريبا 1.1 جرام لكل كيلو جرام، وهي أقل من احتياجات الرياضي الطبيعي. إذا كنا نريد أن نحصل على خفض للوزن وبنفس الوقت أن نحافظ على الكتلة العضلية، هنا يجب أن نتجه إلى الخيار الثالث وهو على اليمين مباشرة، Reduction of calories without restricting usual protein intake. في هذه الحالة 1700 كيلو كالوري يمكن أن نحصل عليها، ولكن بالمحافظة على نفس نسبة البروتين الملائمة بناء على طبيعة النشاط الرياضي وبناء لوزن الجسم، هنا سوف نصل إلى أن لدينا 18% تقريبا
بالمئة من الـ AMDR بالنسبة للتوتال كالوريز عبارة عن البروتين، والاحتياج اليومي يصل تقريبا إلى 1.5 جرام لكل كيلوغرام، ويماثل الحالة يشابه الحالة المثالية ولكن بزيادة معدل البروتين مقارنة بالتوتال إنيرجي إنتيك. هذا الجدول يوضح مصادر البروتين الغذائية من المصادر الحيوانية. هنا يوضح أيضا الكميات الموجودة من كل الماكرونيوترينز مثل البروتين، فاتس، and كربوهيدرات. هنا يركز على كمية التوتال كالوريز التي يمكن أن نحصل بها أن نحصل عليها من خلال هذه الأغذية بالإضافة إلى وجود البروتين. هذا طبق يمثل النباتيين في تناول الغذاء، حيث أن لديهم نقص حاد في البيولوجيكال فاليو للبروتين. بهذه الحالة يجب دمج العناصر الغذائية النباتية مع بعضها البعض حتى يتم الحصول على الفائدة المرجوة من البروتين، ولكن نذكر بهذه الحالة أن كمية البروتينات سوف تتصاحب مع ارتفاع كمية الكربوهيدرات وكمية الطاقة بشكل كامل حتى نصل إلى الاحتياج من البروتين الصافي. في هذا الجدول توجد بعض الأغذية من المصادر النباتية وهي مهمة جدا، تحتوي على نسب ممتازة جدا من البروتينات، وأيضا تحتوي على كربوهيدرات وتحتوي على دهون، من ثم نجد أن قيمتها البيولوجية من ناحية الفائدة الغذائية مرتفعة جدا، وهي أيضا مناسبة جدا من ناحية الكالوريز، ولكن يجب دمج أكثر من عنصر مع بعضه البعض حتى يتم الحصول بهذه الحالة على الاحتياجات الملائمة من البروتين. في هذا الجدول أيضا يوجد Dietary Analysis of 24-hour diets of male collegiate runners. هنا رياضي يعتبر عداء لديه احتياجات تغذوية تصل في اليوم الواحد إلى 3365 كيلو كالوري، نسبة مرتفعة جدا من الانيرجي. يحتاج إلى كربوهيدرات بنسب محددة، يحتاج إلى فات، وأيضا يحتاج إلى بروتين. هذه طريقة محددة لكيفية تشكيل هذه القيم الغذائية والحصول عليها من حيث القيم الغذائية ومن حيث أنواع الأغذية المتاحة. Here is sample diet for a strength athletes. رياضي ينتمي إلى ألعاب الرياضية اللاهوائية مثل ألعاب الجيم الداخلية تساعد في بناء الأجسام. هو يحتاج نسبة كالوري مرتفعة، نسبة إنيرجي مرتفعة جدا تصل تقريبا إلى 4000 كيلو كالوري، تمثل حوالي 44 كيلو كالوري لكل كيلو جرام. كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها تصل بالنسب المناسبة ما بين 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام، هو يحصل على 6.5 جرام، كمية ملائمة جدا. البروتين يحصل على نسبة مرتفعة جدا من البروتين تصل إلى 2 جرام لكل كيلوغرام، ونسب الدهون التي يحصل عليها أيضا تعتبر مرتفعة، نظرا أن كل 1 جرام من الدهون تمثل 9 كيلو كالوري. في هذه الحالة يجب أن يتم الانتباه لأن ارتفاع معدل الانيرجي انتيك آتي أيضا من ارتفاع نسبة البروتين. حتى يصل إلى نسبة البروتين الملائمة هو يضطر في هذه الحالة أن يرفع معدل الانيرجي انتيك. في هذا الجدول أيضا Average Daily Protein and Energy Intake of Athletes. في هذه الحالة سوف نجد أن Average Daily Protein Intake يقسم إلى جرام لكل كيلوغرام and Total Grams، ومن ثم يتم حسابة Total Calories. هذه عبارة عن دراسات شملت لاعبين من الجنسين ميل وفيميل، وكلاهما قدر احتياجات خاصة بناء على الاحتياج الرياضي. مهم جدا دائما أن تكون لدينا نسبة البروتين ملائمة لكمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها أو كمية التوتال انتيك انيرجي التي يتم تناولها، حتى أنها تساعد في المحافظة على البروتين للقيام بالوظائف الحيوية الملائمة للبروتين. في هذه الصورة البروتين supplements which are heavily advertised
strength power athletes. هذه المكملات الغذائية إما أن تكون على شكل بودرة وإما أن تكون موجودة على شكل حبوب دوائية، كلاهما يعطي نفس الفائدة، ولكن وجودها على شكل باودر يسهل من عملية الهضم والامتصاص، والفائدة تكون أسرع بتعويض البروتينات والأحماض الأمينية التي يتم استعمالها كمصدر للطاقة، وتسرع من بناء العضلات بالأخص لدى الرياضيين الذين يتبعون الأنظمة الرياضية التي تسمى Resistance and Strength Physical Activity or Athletes. في هذا الجدول أيضا تتضح أن لدينا بعض المكونات الغذائية موجودة في البروتين من البروتينات موجودة ضمن الأغذية، يمكن الحصول على نسب محددة من خلال هذه الأغذية على البروتين، لكن تبقى هنا بعض التفضيلات للأفراد الرياضيين كيف يحبون أن يتناولوا هذه الأغذية أو لا يتم تناولها بناء على البريفرنس الخاص لكل رياضي حسب مستوى النشاط الرياضي. أمينو أسيد سبليمنتس، كيف يتم وجودها على شكل مكملات غذائية؟ الأمينو أسيد Essential Amino Acid Supplement Sources of Indispensable Amino Acid Lack of Studies Showing Effectiveness. وجود الاسينشال امينو اسيد وهي الاندسبنسبل امينو اسيد الاحماض الامينيه التي لا غنى عنها، لا توجد دلائل كافيه على فائدتها في عمليه البناء وزياده حجم العضلات. من ضمن المكملات الغذائيه التي يتم تناولها بيتا هيدروكسي بيتا ميثايل بيوتاريت وهي تسمى HMP، هذا من أحد المركبات الذي يتم تناولها بكثرة لدى الرياضيين في بناء الأجسام، هو عبارة عن ميتابولايت of ليوسين. In untrained athletes, studies have generally shown effectiveness for increasing muscle size and strength. عند الأفراد غير الرياضيين، سوف نجد أن هذا المركب لديه فائدة مهمة جداً في زيادة حجم العضلة وفي قوتها. عند الرياضيين ممارسي الرياضة Studies have generally shown no effectiveness for increasing muscle size or strength، لا تعطي الفائدة المرجوة في هذا الأمر. لذلك هنا يوجد بعض الالتباس، HMP بيتا هيدروكسي بيتا ميثايل بيوتاريت عبارة عن مركب ميتابولايت بالنسبة لليوسين وهو أحد الأحماض الأمينية غير الأساسية، في هذه الحالة أو أحد الأحماض الأمينية الأساسية في هذه الحالة يؤدي وظيفة مهمة جدا لدى غير الرياضيين، في حالة الرياضيين فائدته تكون ضئيلة جدا أو غير موجودة. من المركبات الدوائية أيضا الجلوتامين Conditionally Indispensable Amino Acid. الجلوتامين يمثل حوالي 50% من الأمينو أسيد بول الموجودة في البلد والليمف سيستم. Endurance exercise is a physiological stress. Glutamine is a fuel source for immune system cell. Might glutamine supplements help reduce risk for infection. هذا لا يعطي دلالة كافية، إذا كان وجود الجلوتامين جزء من الإميون سيستم، إعطاء الجلوتامين كمكمل غذائي ليس يعطي فائدة كبيرة في رفع مناعة الجسم. الجسم يستطيع أن يكون الجلوتامين الخاص به بصورة طبيعية. Effectiveness has been mixed in research studies to date. 15 جرام of supplemental glutamine seems to be safe. Prudent approaches may be an increase in daily dietary protein. ممكن يتاخذ منه بنسبة 5 إلى 10 جرام منه يوميا، تعتبر آمن في هذه الحالة نظرا لاستعمالاته الكثيرة داخل الجسم، وأيضا يساهم في رفع احتياجات البروتين أو زيادة كمية البروتين التي تصل إلى الدورة الدموية مباشرة. البرانشد تشين امينو اسيد ومنها ليوسين ايزوليوسين والفالين. من 10 الى 30 جرام of supplemental branched chain seems to be safe. Effectiveness has been mixed in research studies to date. Some promise for decreasing mental fatigue and improving immune response. النتائج الدراسات في لتناول البرانشد تشين امينو اسيد لا تعطينا دلائل كافية على فائدته وفاعليته، لكن هنالك
قدرة ممتازة جدا على تقليل المينتال فتيج، على الإرهاق الذهني. هي تساعد برفع معدل المناعة وتقلل الإرهاق الذهني لدى الرياضيين. نتذكر تماما بأن البريست تشين أمينو أسيد تساهم في حالة الانترميتنت فيزيكال اكتيفيتي، وهي الانتقال من النظام الانديورنس الى الريزيستنس ترينينج، او الانتقال من الانديورنس الى مستوى الريست. في هذه الحالة، في هذه الاوقات تسمى انترميتنت فيزيكال اكتيفيتي، تشارك البرانشد تشين امينو اسيد دايركتلي ان ذا برودوسينج اوف انرجي ذات نيدد باي ذا بودي. الجلوكوزامين وهو أحد المركبات البروتينية، وهو موجود ومهم جدا في مفاصل العظام الحركية، والتي تسمى داي أرثروثس، والتي بها حرية كبيرة من الحركة. توجد أيضا في السينوفيال جوينتس، هي عبارة عن مادة لبريكانتس، مادة تقلل من عملية الاحتكاك. Supplements sold to relieve joint pain in athletes and osteoarthritis, often sold in combination with chondroitin. Chondroitin هو عبارة عن المادة الأساسية المكونة للخلايا الغضروفية. الجلوكوزامين is produced by body, not related to dietary intake, known as joint lubricant. هي عبارة عن مادة زيتية تقلل الاحتكاك في المفاصل. A proposed mechanism may prevent a breakdown of cartilage, may stimulate cartilage synthesis, may delay a progression of osteoarthritis. إذا في حالة وجود الجلوكوزامين بالنسب الملائمة، هي تقلل الاحتكاك بالمفاصل، تقلل التهتك في الغضاريف المبطنة للمفاصل، وبهذه الحالة تؤدي وظيفة فسيولوجية مهمة جدا. ولكن قد لا تكون دائما هذه الفائدة المرجوة لدى كل الرياضيين. هي تعتمد على الحالة الفسيولوجية وتعتمد على الحالة البدنية. الجلوكوزامين حوالي 1500 ميلي جرام of جلوكوزامين إلى 1200 ميلي جرام of كوندرويتين seems to be safe. Some individuals may be non-responders. Large 206 study suggests no benefits over placebo for reducing knee pain by 20%. إذن الدراسات أثبتت فعالية هذا الشيء لا تكون بالصفة المرجوة. يعني الكلام الموجود في هذا الأمر صحيح جدا، ولكن الجسم قادر على تصنيع الجلوكوزامين، قادر على تصنيع الكوندرويتين بالصورة الذاتية، لذلك تناولها كمكمل غذائي ليس في كل الحالات يعطي الفائدة التي ترجى من هذا العلاج. More research needed، يحتاج أكثر دراسات في هذا الأمر. Summary of concepts، في ملخص المفاهيم للبروتين. Protein is a critical nutrient for humans. The body is the constant state of a protein intake, turnover and excretion. Sufficient energy intake is needed for protein anabolism. A prolonged endurance exercise results in a catabolism of some protein of energy. نركز على هذا الأمر، أن الألعاب الرياضية الهوائية والطويلة تستهلك نسب كبيرة جدا من البروتين. All metabolic pathways are integrated and visceral and skeletal proteins can be broken down under adverse physiological conditions. أيضا many athletes consume safe and healthy amounts of dietary protein. Some athletes are at risk due to low protein and energy intakes. There are many sources of protein including animal foods, plant foods and protein supplements. Most athletes can meet their protein needs from food alone, but protein supplements are likely to be safe for healthy adults. غالبا الألعاب اللاعبون الرياضيون لديهم اهتمام كبير جدا بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتين. نذكر في هذا المقام بأن تناول هذه المكملات الغذائية يعتبر غير آمن، نظرا لأن ارتفاع معدل البروتين سوف يؤدي إلى هشاشة في العظام، ويؤدي إلى جفاف، ويؤدي إلى إخراج الكالسيوم من خلال اليورين، وأيضا سوف يؤدي إلى أحمال شديدة على الكدني. في هذه الحالة يعتبر غير آمن. لكن إذا كان اللاعب الرياضي لديه القدرة أن يستمر أكثر في الألعاب الرياضية وأن يكون لديه positive nitrogen balance، بهذه الحالة استهلاك معدل كبير
ومستمر من البروتين يعتبر إلى حد ما آمن، ليس خطرا جدا، لأن البروتين يؤدي وظائف حيوية داخل الجسم. إذن الاستغناء عن البروتين بالكامل خطير جدا، والتناول الكبير خطير جدا، ولكن الاستعمال المعقول والذي يساعد في بناء الأجسام سوف يكون مهم جدا في الأداء الرياضي وأيضا في بناء الجسم بالصورة الصحيحة. إلى هنا ننتهي من هذه المحاضرة وهذا الجزء الرابع والأخير من البروتين. نلتقي معكم في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.